كشمش بالموضوع لو؟ كشمش موجود. عندك كشمش؟ موجود فيه. عني عاش تيدا. لا. عجبني. صح. مصطفى نكهات البهارات العفو كلش متوازنة، بس شنو قصتكم ويا الملح؟ بيها ملح خليت. ها؟ بيها ملح خليت. ما بيها هي نكهة ملح، يا ريت لو خليتها تكون الطبق كامل نكهات. ايش عندك ويا الملح؟ أنا ما جد ذوق أي ملح. كبسته بالطبق يعني جدا جميل وجدا راقي. ما ملح أغلى على الطاولة. كبسته بالماء ما أدري جاي أنا. والله أنا ضقته ملح زين. شيف عيد. هاي بقت يمك. بس البهارات كلش طيبة. لا البهارات كتشكيلة يعني بهارات حلو. بهارات صحيحة سوا طيب. أنت مالك دخل. تقول صحيح. لا يقصد إنه صحيح. فريش. مصطفى أنت الوحيد. اعتقد يعني بعد ان اخر بعد ان بعد الصحن انه انت دجاج هنا مسوي سلايس اللي هو مسلوق منتف بصوره صحيحه الاستواء مالته مضبوط. حبيت الشيء اللي مشتغل بيه اليوم. عاش تيدك. اليوم انت فوقت على روحك. الحمد لله. شيف محمد السوادي اعرف شنو يريد بالضبط. شيف بشير هم عارفه، شيف حيدر هم عارفه شنو يريد بالضبط. وصلت انا كنت قريب اليه شيف محمد السوادي، لان يعني خاصه بالشرقي هو قوي بالشرقي من اختصاصه. عرفت شلون اوصل له النكهه اللي يريدها هو بالضبط. وشيف بشير اهتم بالبرزنتيشن، يعني راد برزنتيشن، حاولت اوصل له همين البرزنتيشن اللي يريده بالضبط والطعم كذلك.